هاي، أهلا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة مع المتقن العربية. قال لي صديقي مرة أنه مهتم بالتاريخ ومحب له وكثير الاطلاع والقراءة عن الحرب العالمية الأولى، فقال لي مرة أنه قرأ كتابا يتحدث عن تلك الحقبة، فنصحته أن يطلع على اللغة قليلا بجانب اطلاعه على كتب التاريخ، فلا يوجد في اللغة ما يسمى بالحقبة، وإنما هي حقبة بكسر الحاء إلى بضمها، والحقبة هي مدة من الزمن وجمعها حقب وحقبة. إلى اللقاء.